مساء الخير عن جديد. مشاكل كتير بتواجه الكولون والمستقيم، وخصوصاً مع العادات الغذائية الغلط أو التوتر والضغط العصبي أو تناول بعض الأدوية، مما يؤثر على وظائف الكولون والمستقيم وبيسبب لهم مشاكل كتيرة مثل متلازمة الكولون العصبي والإمساك والبواسير والتهاب الكولون والأورام الحديثة الحميدة والخبيثة. لحتى نعرف ونفهم ونشخص ونعالج لازم نستشير خبير بهذا المجال. لهيك اسمحوا لي نستقبل سوا ضيفنا الدكتور هاني صلاح الدين توفيق، أستاذ الجراحة والمناظير واستشاري جراحة الكولون والشرج. دكتور هاني مساء الخير، أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا، واليوم عم نحكي عن مواضيع طبية مهمة جدا لكل المشاهدين يلي عم بيحضرونا. عم نحكي عن أبرز المشكلات يلي ممكن تصير للكولون وأيضا للمستقيم، ولكن بداية دكتور حابين نعرف المشاهدين على الأهمية الوظيفية للكولون وأيضا المستقيم. مساء الخير يا جودي. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة أهمية القولون وأنه هو المخزن اللي بتخزن فيه الفضلات بعد عملية الهضم والامتصاص ما تحصل، وبيحصل فيه بعض امتصاص لبعض الفيتامينات والمية، والحركية بتاعته مهمة جدا بالنسبة لصحة الإنسان. طيب دكتور، خلينا نوضح كمان للمشاهدين يلي عم بيحضرونا أهمية تخصص جراحة الكولون والشرج، وشو هي المجالات يلي ممكن نقدر مثلا أو مشاكل نقدر نعالجها بهذا التخصص. الحقيقة جراحة القولون والشرج كان جزء من الجراحة العامة لسنين طويلة جدا، لغاية ما بقى تخصص دقيق لأهميته ومجالاته المختلفة. فبنلاقي مثلا ان في العالم كله بقى التخصص ده من سنين طويله، يعني الجمعيه الامريكيه لجراح القولون والشرج بقى لها اكتر من 100 سنه، احنا في مصر هنا اسسنا الجمعيه بتاعتنا بتاعت جراح القولون والشرج بقى لها اكتر من 20 سنه لاهميه التخصص، لانه كتخصص دقيق في اختلافات كتيره ممكن نعملها عن الجراح العام. عشان كده جراحيا ووظيفيا بقى ده تخصص بنشتغله بقالنا اكتر، انا بقالي بشتغله اكتر من 25 سنه. ما شاء الله على الخبره الكبيره دكتور، نحن اليوم مستضيفينك لحتى نستفيد من هي الخبره وايضا نقدم معلومات مهمه جدا لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، وخاصه الاشخاص يلي بيعانوا من مشاكل ان كان بالكولون او حتى بالمستقيم. طب دكتور، يمكن من اكثر المشاكل الشائعه بين كل الناس هو الكولون العصبي، شو سبب انتشاره اللي كتير كبير وشو هي مسبباته؟ والله القولون العصبي مش معروف السبب بالظبط، لأن في عوامل كتير قوي بتتدخل، عوامل جينية وعوامل بيئية وعوامل وظيفية في الوظائف، لأنه هو مش حاجة عضوية. له ارتباط بالضغط النفسي وله ارتباط بنوعية الأكل. فإحنا ما بنقدرش نشخص القولون العصبي إلا بالاستبعاد، إن إحنا نستبعد أي حاجة تانية عضوية، فساعتها نقول ده قولون عصبي. إنما القولون العصبي ده مش حاجة واحدة، ده ممكن يجي بأعراض كتير. في ناس أهم هي الأعراض دكتور؟ في ناس يجي لها بانتفاخ، في ناس يجي لها بألام في البطن بعد الأكل، في ناس يجي لها بإسهال، ناس تانية يجي لها بإمساك، فهو مش حاجة واحدة. وهل ممكن تجتمع هاي الأعراض كلها مع بعض عن شخص واحد، ولا هو ممكن يكون واحد من هاي الأعراض؟ ممكن بيبقى واحد أو ممكن يبقى أكتر، يعني مثلا يجي مغص مع انتفاخ مع إمساك وهكذا. فأهمية القولون العصبي ده أنه منتشر جدا، والحقيقة علاجه يعني مع بعض الأدوية اللي بتنظم حركة، لأن هو وظيفيا في مشكلة في الحركية بتاعة القولون والجهاز الهضمي، فالعلاج بتاعه أساسا بيبقى مع الأدوية، إن المريض يعرف إيه أنواع الأكل اللي بتسبب له المشكلة. في ناس بتختلف من شخص لشخص، فالمريض بيبقى طبيب نفسه. في ناس البقوليات بتتعبهم، في ناس تانية منتجات الألبان وهكذا.
زائد طبعا التوتر. دكتور قد ايه بيأثر على الكولون العصبي؟ يعني كتير بيكونوا اشخاص اول ما يعصبوا بيقولوا انتفخ كولوني او كولون عم بيوجعني لانه عصبت، فقديش الحاله النفسيه ممكن تاثر على فعلا الكولون؟ بتاثر طبعا، الحاله النفسيه بتاثر على الجهاز الهضمي، بتاثر على جهاز المناعه، بتاثر على اجهزه كتير جدا فمنها الجهاز الهضمي. فمهم جدا ان الواحد يخرج من الحاله دي مثلا بممارسه الرياضه، مهم جدا تنظيم حركه الجهاز الهضمي والقولون، ان الواحد ان شاء الله يمشي كل يوم ساعه او نص ساعه بسرعه، يلعب نوع من انواع الرياضه مرتين او ثلاثه في الاسبوع، ده بيحسن الحاله النفسيه، بيحسن الاداء الوظيفي بتاع اجهزه الجسم ومنهم القولون والجهاز الهضمي. طب دكتور يعني عم ننصح كل المشاهدين اللي عم بيحضرونا انه هن يلجؤوا لنمط حياه صحي، يتبعوا حميه غذائيه معينه، وايضا يمارسوا بعض انواع يهتموا بصحتهم النفسيه لحتى يقدروا يقوا حالهم من الكولون العصبي. ننتقل ايضا لمشاكل ثانيه ممكن يعانوا منها فئه معينه من الاشخاص وهي الالام الحاده في الشرج. شو هي اهم اسبابها دكتور وكيف ممكن تظهر هي الالام؟ أسباب الألام الحادة الحقيقة ممكن تكون حاجات تجمع صديدي حوالين الشرج، يعني عامل خراج حوالين الشرج، أو ناسور عامل خراج في الشرج، أو ساعات مضاعفات البواسير، ممكن يكون انزلاق وتجلط البواسير أو تجلط البواسير الخارجية، ممكن يكون شرخ شرجي، هي دي أكتر آلام ممكن تصيب الشرج. أكتر حاجة بتسبب آلام الشرج. طب دكتور لحتى الأشخاص اللي مو حابين يعملوا عمل جراحي أو خايفين من العملية الجراحية، إمتى مفروض أنهم يستخدموا العلاج بالليزر؟ بالمراحل المتقدمة ممكن يكون مفيد، ولا حتى في حالات معينة لو كانت المراحل المتقدمة ما بينفع معهم استخدام الليزر؟ بالضبط كده، لو في المرحلة الأولى احنا قلنا علاج طبي، المرحلة الثانية والثالثة ممكن فيهم الليزر، بس لازم يكون الطبيب اللي بيعمله متمرن عليه عشان ما يحصلش منه مشاكل، إنما المرحلة الرابعة لازم فيها جراحة. بس الموضوع صار أسهل بكتير من قبل. طبعا، والتشافي تبعه أسرع صح؟ بالضبط بالضبط. طيب دكتور أيضا رح ننتقل لنحكي عن الشرخ الشرجي، خبرنا أكثر عن الشرخ الشرجي، شو هو أسبابه وأعراضه وطرق علاجه؟ دي برضه مشكلة بتقابلنا كتير جدا خصوصا في رمضان مع الصيام وكده، إن بيحصل إمساك، الإمساك ده بيحصل فيه جفاف في عملية الإخراج، فبيحصل شرخ شرجي أثناء عملية الإخراج، عبارة عن جرح في القناة الشرجية. المشكلة بتاعت إن هو بيكون مؤلم جدا لأنه بيبقى مصاحب بانقباض العضلة القابضة الشرجية، وده بيبقى وجع عنيف أثناء عملية الإخراج. يعني هون دكتور يمكن العرض الأهم بيكون الألم عند المريض لحتى يتوجه لعند دكتور ويشخص الحالة. بالضبط كده. ففي منه نوعين، النوع الحاد ده بيتعالج بياخد وقت شوية إنما بيتعالج بالأدوية، وفي نوع منه المزمن لما يقعد فترة أطول شوية وده بيبقى محتاج تدخل جراحي. جراحي. طب خبرنا دكتور عن التدخل الجراحي، كيف بيكون؟ هل العملية سهلة صعبة؟ العملية بسيطة جدا وبتاخد دقائق. صحة. لأن إحنا بس بنعمل تصليح للعضلة القابضة الشرجية بحيث أنها ترتخي، فالألم بيروح بسرعة جدا، وممكن دي بتتعمل بالجراحة وممكن بتتعمل بالليزر، بس هي يعني عملية بسيطة والعيان بيرتاح بعديها على طول وبيحس أنه في يعني رجع لطبيعته بسرعة جدا. دكتور شو الفرق بين الناسور والباسور؟ تمام. الناسور الشرجي ده عبارة عن نفق له فتحتين، فتحة في القناة الشرجية نفسها وفتحة خارجية حوالين الجلد بتاع الشرج. مشكلة الناسور ده انه ما بيخفش لوحده، كل شوية يعمل دم وصديد وخراج، كل شوية يعمل كده، فده يعني بيؤرق الحياة بالنسبة للمريض. المشكلة بتاعته في حاجتين، ان الناسور ده لو ما تشالش كويس هيرجع تاني. اوكي. ولو ما تشالش بحرص ممكن يأثر على العضلة القابضة الشرجية ويؤثر على التحكم بعملية الإخراج. فعلشان كده هو بقى يعني التخصص بتاعنا ان احنا بنعرف ازاي نجري الجراحة دي، لان برضو الناسور ده انواع، في منه
يعني تقسيمات وانواع، وفي منه مرتفع وفي منه منخفض، وساعات بنعمله على مراحل عشان نحافظ على العضلة القابضة الشرجية. وفي حاجات كتير قوي ظهرت للناسور، منها منظار للناسور، منها ان احنا بنستعمل مواد لاصقه عشان تقفله، حتى دخل حد ما تدخل حتى الخلايا الجذعيه جربوها في مساعده. هل هي فعلا مفيده؟ لسه تحت البحث والتجارب، بس حاجات مكلفه جدا. انما يبقى حتى الان الجراحه هي الحل الامثل. الامثل ليش دكتور؟ يعني خلينا نحكي عن الجراحة تحديدا، شو هي مميزاتها وشو هي عيوبها؟ تمام. مميزات الجراحة ان الناسور بيتشال من اوله لاخره، ف يعني شبه مش بنضمن، بس شبه ان احنا 90% انه مش هيرجع تاني. الحاجات التانية استخدام الليزر، عبارة ممكن جزء من الناسور يتحرق وجزء تاني يتساب، لان الحكايه ما بتبقاش دقيقه جدا. في بيبقى ساعات سايد تراكس، يعني ساعات في فروع جانبيه مش هيعدي فيها المسبر اللي داخل بتاع شعاع الليزر، فممكن يرجع تاني. في حاجات التقنيات الاخرى برضو هتبقى اقل كفاءه من الجراحه، انما الجراحه لازم تتعمل بشكل يعني يكون في خبره في العمليه دي، علشان الجراح يقدر يحكم اذا كان يعمل العمليه دي على مرحله واحده ولا على اكثر من مرحله، عشان يحافظ على العضله القابضه الشرجيه. يعني اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا، وبنتشكر كثير على وجودك معنا دكتور هاني على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك يا جودي، وشكرا لكم كلكم.